الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بالنسبة للمقرئ يعني زعما مقرئ في المستوى العالي يعني كيقلد يعني أصوات مختلفة يعني من المشارق ومن المغرب يعني من المشارق ويعني من أيضا من المغاربة يعني المقرئين الممتازين، وعاوتاني كاين واحد خشوع وكتحس بواحد الاجواء رمضانيه وكيكون يعني واحد الجو يعني مختلف عن باقي يعني كيدوز الصلاه طغى واحد ديال بالنسبه للصلاه ديال التراويح يعني دازت يعني في اجواء ربانيه في نوع من الخشوع، كتحس يعني واحد يعني كاين واحد اختلاف مع باقي يعني التعبد اللي كيكون في المساجد، بالنسبه للهواء الطالق بالنسبه لي يعني كتحس بانك راه واحد الجو يعني فيه نوع من خصوصا تقول المغاربه. وبالنسبه للمغاربه شهر مبارك يدخل عليهم بالصحه والعافيه، وان شاء الله نكونوا ان شاء الله في واحد يعني السعاده واحد الرخاء اللي تزدهر به ان شاء الله البلاد. الحمد لله. السلام عليكم. بعدا الحمد لله والشكر لله، يعني اجواء رائعه، يعني مقرئين ممتازين الحمد لله كيتواجدوا عندنا في البلاد، يعني اصلا المغرب يعني معروفه بالمقرئين ديالها في العالم العربي في العالم باكمله الحمد لله. يعني كاين مقرئ تبارك الله، يعني ما نكذبش عليك انا ماشي ولد هذه المنطقه هذه، ولكن تبارك الله وصل عن بي يعني مقرئ بجوده عاليه عديد الاصوات، يعني مقرئ كيخليك تخشع بمعنى الكلمه، ماشي يعني كاي مقرئ يعني غادي تصلي من المورا وغادي تسالي وغتمشي في حالك، يعني مقرئ تبارك الله وصل عن بي عليه. لا الحمد لله يعني بخير الحمد لله، اجواء يعني زوينه ماشي، الحمد لله والشكر لله على كل حال.